هناك محمد جمال جيولوجي متعين في المساحه الجيولوجيه المصريه. اولا الطلبات اللي احنا بنطلبها دي بقى لها 4 أشهر مش من النهارده، وسمعنا كلام كتير بالتنفيذ. تاني حاجه احنا جينا هنا وجدنا ان المساحه عايزه تتطور من كل حاجه، من اول المهمات والادوات لغايه المديرين نفسهم اللي هم بيدوروا الشغل. تالت حاجه الاتفاقيات، طلبنا ان الاتفاقيات كلها تقف لغايه ما يتعمل القانون الجديد، لان في ده اهدار مال عام فعلا في مصر، ثروات مصر كلها بتتنهب. احنا كده بنضيع الثروه. لما يجي القانون الجديد ممكن ما يلاقيش اصلا مكان نبيع فيه اي خامه جديده، ماشي. تالت حاجه بدل الغذاء اللي هم بيتكلموا عليه بيصرف 5 جنيه لجيولوجي في الجبل، جيولوجي بيقعد في الجبل بياخد 5 جنيه في الوجبه، يعني ما لا تكفي حتى ان هو يجيب سندوتشين فول وطعميه، تمام. بالاضافه طبعا ان العربيات كلها اللي الجيولوجي بيطلع بيها في الجبل عربيات تعبانه جدا وقديمه، ومطلوب منه ان هو يطلع الجبل بيها. في جيولوجيين تاهوا قبل كده، في جيولوجيين مفقودين ما حدش قدر يجيبهم، وده كل ده نتيجه ان الجيولوجي بيطلع مضطر لان ما فيش تامين ليه. في اي حته في العالم الجيولوجي بيطلع بعربيتين، عربيه ليه وعربيه تامين ورا عشان لو حصل حاجه في العربيه الاولانيه، تمام. بالاضافه طبعا زي ما قلنا المطالب بقى اللي هي رفع الحافز ورفع البدلات، كان في تفاوت في نسب الحافز والبدلات. في ناس مقربه كانت بتاخد نسب حافز عاليه او نسب جهود عاليه، بالاضافه للمكافئات الخاصه. كل ده طلبنا بالغائه للمساواه والعداله الاجتماعيه في الهيئه. احنا طلبنا ان اول حاجه بند المكافئات الخاصه ده يتلغي تماما من الهيئه، مفيش حاجه اسمها مكافاه خاصه لحد. في حاجه اسمها المكافاه تبقى على عموم الهيئه لانتاجها، او عقاب لاي موظف يكسر في اثناء تاديه وظيفته. الكلام ده اتقال لنا قبل كده، مش بدل مره بدل 4-5 مرات. قعدنا على طاوله المفاوضات، قعدنا هنا في قاعه الاجتماعات، طلبنا اترحلنا بشغل روتين، بشغل بكره، بشغل بعده، بشغل اجتماع بعد كده، بشغل انا مسافر بطور. هو ده الكلام اللي احنا سمعناه. بقى لنا داخلين على 6 شهور في الهيئه، مفيش اي جديد، مفيش اي شغل اصلا بيتعمل، لان الناس شغاله لسه بعقليه الخمسينات والستينات. احنا معتصمين، الشباب والعاملين بالهيئه كلهم معتصمين لغايه تنفيذ مطالبهم كامله. الهيئه العامه للثروه المعدنيه او المساحه الجيولوجيه المصريه. العفو. كمان بالاضافه ان في فلوس تدريب بتيجي من الشركات الاجنبيه، الفلوس ديت محاسبين اطلعوا عليها قالوا ان هي مبلغ حوالي 650,000 ل 700,000 جنيه. الكلام ده فعلا ما اتصرفش على الناس، ومش عارفين اتصرف على مين ولا اتسدد ازاي. فدي برضه نفس الكلام ده مثال صغير للفساد اللي في اداره التدريب، ماشي. فده كله احنا مطالبين ان الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب الكلام ده كله، او يبقى في حد يجي يبص على الحسابات بتاعت الهيئه كلها ويتابعها كل شهريا او كل 3 شهور على الاقل، عشان نقدر يبقى في كنترول على الحسابات بتاعت الهيئه، ماشي. وبالاضافه طبعا ان احنا بنتكلم على الميه اللي في الجبل، الناس فعلا ما بتلاقيش ميه تشرب. بالاضافه ان في ناس بتشرب الميه فعلا من خزانات مصديه في الجبل، يعني ده شيء طبيعي ان هو اللي هيجي له سرطان، يا اما هيجي له فشل كلوي، يا اما هيجي له مرض كبد، وطبعا ما فيش رعايه صحيه ان هو يتعالج من الكلام دوت كله، تمام. فاحنا تمام. فده طبعا يعني شيء يعني لا يصدق عقل ان الثروه المعدنيه اللي المفروض ان هي مستقبل البلد يبقى هو ده اخرتها، ان هي فعلا مش هتنهض بالمنظر ده لو قعدنا 100 سنه على نفس النظام. شكرا جدا لك.